عودة من جديد لعشر الصبح في الأهلي. أهلا بكم مرة تانية. والحقيقة لعبة الكانوي والكاياك يعني كل فترة والتانية بيبقى لها يعني مستجدات وتطورات، أكيد بنكون دايما حابين إن احنا نتعرف عليها ونعرف حضراتكم عليها، وخصوصا لو أصبح هناك تطور مفيد للاستثمارات الرياضية كمبدأ عام. تعالوا نتكلم في التفاصيل دي مع ضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا، الأستاذ عمرو تمراز، عضو مجلس إدارة اتحاد الكانوي والكاياك ومدير التطوير والتنمية في افريقيا لهذه الرياضه. يا صباح الخيرات واهلا بيك معانا منورنا. صباح الخير. صباح الخير. طبعا انا لازم اقول ان انا سعيد جدا بوجودي معاكم، اولا في قناه الاهلي، وثانيا طبعا مع حضرتك، وحضرتك اساتذه كبار والناس معروفه جدا يعني ما شاء الله. منورنا استاذ عمرو حقيقي، وتايتل يعني ما شاء الله من كبره بطويل يعني ما شاء الله. اختصري. لا ده كده هنختصر مجهود كبير. لا بجد منورنا. والكناي والكاياك يمكن احنا عملنا فقره عنهم قبل كده، بس من الفقرات والرياضات المهمة اللي دايما فيها جديد واللي الناس بتبقى دايما مش كامن معاهم، فعشان كده النهاردة حابين من حضرتك نبدأ من الأول خالص نشرح عن هذه الرياضة، احنا كنا فين، بقينا دلوقتي في ليفل كام، خلينا نعرف منك. أولا أنا سعيد طبعا أن حضرتك بتقول لي الكلام ده في قناة الأهلي، لأن احنا عايزين نضيف لعبة الكانوي كاياك أو نشاط لنادي كبير جدا زي الأهلي. هو طبعا احنا مش هنضم للتاريخ، لكن ممكن ننضم للتطوير. شوف اختيار الكلام اي منضم جديد من منسوبي التاريخ المحترم للنادي. ده رائع جدا يعني، متشكرين ان احنا ضمونا في التاريخ القوي ده. نور الدنيا كلها، ربنا يخلي حضرتك. هو الكانوي كاياك لعبه المجدف الحر، يعني اي مجدف حر هو كانوي كاياك. الاتحاد الدولي للكانوي كاياك الاي سي اف انترناشونال كانوي فيدريشن هو عنده 19 ديسيبلين رياضات مختلفه كلها مجدف حر. لو حضرتك شايف مجدف في ايدك حر للاستخدام، اذا هو كانوا كاك. اوكي. هو كلمه حر هنا مقصود بيها ايه؟ مش مرتبط، مش مرتبط بال، مش مقيد. اوكي تمام. مش مربوط باي معده. اوكي. هو في ايدك انت. اوكي. فلو وقفت على بورد ومعاك المجدف، اذا ده اسمه اس يو بي او تجديف وقوفا. اوكي. ستاندنج او بادلينج. لو انا في الكاك انا بعمل كده، لو انا في الكانوي على ركبتي، لو انا في الكانو بولو، لو انا في الدراجون بوت، اوكي، لو انا في الاوشن كانوي، لو انا في سباقات ماراثون طويل جدا 26 كيلومتر مثلا، لو انا في بارا كانوي، اي سلالوم، كل دي تفريعات مختلفه لنفس الرياضه. اي سي اف. اوكي بالظبط. كل ده واحنا بقى واصلين لفين، وعندنا رجال وعندنا سيدات، وفي تطوير حصل طبعًا مع السيدات. طبعًا انا عارفه هنتكلم في الموضوع ده. اتفضل. لا هو صراحه ما شاء الله الاتحاد الكانوي كاياك اتحاد متطور جدا وسريع في تنميته، بدا متاخرا صراحه 2009. هو كان لجنه صغيره في اتحاد التجديف، و2009 اصبح اتحاد منفصل قائم بذاته وله مجلس ادارته ولاعيبته. 2012 بسرعه جدا كان في لاعب يمثل مصر في اولمبيك جيمز لندن 2012، وبعديها اثنين لعيبه شاب وفتاه في 16 في ريو دي جانيرو، وفي طبعا في طوكيو مثلنا برضو اثنين لعيبه شاب وفتاه. وان شاء الله ناهل عدد اكبر المره. احنا بنتاهل، طب ايه اللي بيحصل بعد هو كده؟ المساله كلها دلوقتي في ان احنا ناهل، اما بالنسبه للعيبه يعني حضرتك ممكن تتوقعي في 10 سنوات الكفاءه، درجه الكفاءه العامه للاعبين قد ايه، درجه الكفاءه العامه للمدرب اللي بقى له 10 سنين. يعني لو بدانا وبقى مدرب خلاص بقى له 10 سنين بس. فاحنا بنثقل على قد ما نقدر، بنثقل على قد ما نقدر. الاتحاد الدولي بيساعد بيدعم على قد ما نقدر. حضرتك هتشوفي مدى التطوير، انك عندك اثنين اعضاء مجلس اداره في الاتحاد المصري موجودين في لجان الاتحاد الدولي كاعضاء في الاتحاد الدولي، وده شيء يعني بالنسبه للاتحاد الدولي دعم، احنا بنعتبره دعم مش بنعتبره كفاءه مننا اكتر من انه دعم للاتحاد الدولي لوجود مصر على قمه الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي. رئاسه الاتحاد العربي ما خرجتش من مصر من اول وجود الاتحاد المصري، حتى السنه اللي فاتت التجديد برضو اللي هو ايمن شويته اخذها من الدكتور حافظ الغندور، بقى هو رئيس الاتحاد العربي. امانه الاتحاد العربي، امين عام الاتحاد العربي برضو مصري. دايما احنا اكتر دوله بتنظم بطولات للبطولات العربيه. ما شاء الله الصوره هنا طبعا بالنسبه لي انا اللي قبل دي واحنا في افريقيا، الصوره دي يعني انا صراحه بكيت لما كسبنا. دي كانت رائعه جدا، لان دي ان نتاج البطوله العربيه. احنا منتخب مصر لحد الدوره السابقه كانوا 7 لاعبين، احنا عندنا دلوقتي 17 لاعب كمنتخب قومي. واو. ولما جينا نشارك في البطوله العربيه شاركنا ب 30 لاعب
29 منهم اخذوا ميداليات. ما شاء الله. واو. ما شاء الله نسبه محترمه جدا. بالظبط يعني لحد 2014 15 كانت تونس هي اللي بتاخد معظم الميداليات. دلوقتي الكيرف اتغير خالص وبقت مصر هي جزء من التطوير ده بياخد شكل توسيع قاعده المشاركه. بالظبط. حلو. ده عشان يحصل احنا بنتكلم على رياضه ليها خصوصيه وليها طبيعه. بالظبط. يمكن مش كل الناس كمان لو هتعتمد على نفسها كدعم مادي اكيد مش كل الناس عندها قدره على ده. فالتفصيله دي برضو مهمه جدا. مساله تقدروا تعملوا ايه بحيث ان توسعوا دايره المشاركه ودايره جلب لاعبين ولاعبات جدد ومستقبليين ممكن يكونوا ابطال، وفي نفس الوقت مساله الدعم، لان انتوا بتتكلموا على احنا بنتكلم على رياضه اكيد مكلفه بالمقارنه بغيرها، فبتهندلوا الموضوع ده ازاي؟ هقول لحضرتك، عايز ابتديها من الدوره السابقه بقياده مستشار محمد سراج الدين السكري، وانا بعتبرها الدوره اللي قبل دوره مجلس الاداره دي هي النهضه الحديثه لرياضه القانون الكهف في مصر الصراحه. يعني دعم الوزاره طبعا استاذ دكتور اشرف صبحي بالنسبه للرياضات المائيه، وده هيدعم ملف 2036 لان عندنا الشراع والتجديف والكانوي اقل الرياضات في رعايتها، فبدا ينظر لها. بدا المستشار محمد سكري بالدعم والكوبريشن معاهم، عمل بطوله في العالمين في 2019 ودي كانت افريقيا. في الاقصر احنا بننتشر في الاماكن، في الاقصر عملنا في 2018 بطوله عربيه ونيل دولي في الاقصر. دلوقتي عملنا في المعادي دي في محافظه البحيره. احنا بنحاول ننتشر في الاماكن وبنحاول نقيم انديه جديده، لكن اقامه النادي زي ما حضرتك قلت محتاجه معده. المعده دي غاليه جدا، فبدانا ننتج قوارب صناعه مصريه. انتاج القوارب الصناعه المصريه للتدريب. كويس. ما تبقاش المسابقات. فبحتفظ بالقوارب المسابقات عندي الغاليه دي لما اكون اعمل بطوله افريقيه او لمنتخب قومي فقط. طب ليه مش للمسابقات لسه؟ يعني ما وصلتش للمواصفات اللي مش هتوصل يعني. مش هتوصل. انا بحب الصراحه. لا 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 لا، كلميني انا عن الصراحه، انا معروف جدا. طب بعدين قالها لك خلاص مش هتوصل. لو وصلت مش هتوصل. لا اصل دي مش كفاءه عامل. لا دي مش كفاءه عامل. امكانيات ايه مثلا؟ لا لا دي الماتيريالز. انا عندي ماتيريالز مش موجوده، مش هقدر استوردها. اوكي. هتكلف اكتر من لان انا يعني الاسباب كتير. مش للرياضه دي اتحاد؟ اتحاد موجود. طيب مش المفروض كون ان في اتحاد ما معني برياضه ما معنى كده ان في دعم ما للاتحاد ده؟ من مين؟ من الدوله، من وزاره الشباب والرياضه. هقول لحضرتك الدعم او دي حاجات انا اسال عنها افريقيا من الاتحاد الدولي. يعني دي من بنود عملي. دعم للاتحادات المصريه او الاتحاد القانوني بالاخص بيجي عن طريقين، اما الرعايه او وزاره الشباب والرياضه. وزارة الشباب والرياضة دعمها مخصص 1 2 3. الرعاية دعمه مخصص 1 2 3. طب 4 و5 و6؟ لا مش موجود. حل المعضلة دي ايه؟ اذا الاندية تكتر، لعيبة تدفع ريجستريشن، تدفع تسجيل لاعبين. الاندية تقوم بدورها لرعاية البطولات. طب واللعيبة الغير قادرة على الدفع؟ ما احنا ممكن لا 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 ما بيدفعش. لا لا مش اللاعب، النادي. النادي هو مديرية شباب ورياضة للنادي. ويجيب رعاية للنادي. ودلوقتي احنا في عصر جديد خالص هو عصر الرعايات. طبعا ده مهم جدا. لو ما جبتش رعاية انت ما عندكش انكم خالص. ما فيش دخل. فلازم يبقى في رعاية، لازم يبقى في رعاية طبعا. ولازم يبقى عندك ماركتير في الاتحاد بتاعك. عشان يبقى عندك رعايه وتقدر تجلب معلنين لازم تبقى الرياضه بتاعتك ليها قاعده من الشعبيه هنا تسمح لها ان هي تدخل وتدعم وترعى. بالظبط. في نقطتين من خلالها ممكن حضرتك تجيب رعايه. الاولى هو انتشار الرياضه عن طريق البطولات. حضرتك من نص ساعه تقريبا في الحلقه كنتوا بتتكلموا على كميه الاحداث اللي تمت، صح كده؟ من وزاره السياحه او من وزاره الشباب والرياضه بتتكلم عن السياحه الرياضيه. مظبوط. السياحه الرياضيه والاستثمار الرياضي مرتبطين جدا دلوقتي، وده كلام قديم صراحه في دول اوروبيه كتير. انا اشتغلت 15 سنه في النرويج في مدير فني واخدت شهادات كتير قوي، الماجستير والدكتوراه والكلام ده كله. فمساله الاستثمار مرتبط. يعني المجرى الدولي اللي حضرتك عرضتيه من شويه ده اللي احنا بنبنيه دلوقتي ده موجود من السبعينات. معانا فيديو ليه لو نعرضه يا جماعه. السبعينات والثمانينات. فبدانا نختار هنا اول ما اخترنا المكان من بحيرات. طبعا في بحيرات كتيره جدا في مصر. واحنا بالنسبه لنا البحيره هو الاساس مش نهر النيل، لان نهر النيل فيه كارنت.
في كان في طيار. فما اقدرش اخده مواصفات دوليه okay. لازم يكون ديد ووتر لازم المايه دي تكون ثابته okay. ولها عمق معين لها مواصفات. فاخترنا المكان ده وكان لازم نقنع المحافظه الوزاره رعاه انه يدفع لان دي ملايين. فلقينا منفذ او اكسس على المكان هنا وهو نادي بقريه صغيره اسمها المعديه في محافظه البحيره. وحاولنا نعمل نقيم بطوله هناك. ده بعد الشغل كله يعني انا كنت هناك امبارح. المكان ده لحد امبارح بيتسوى بالشكل ده بعد يعني ربنا يحفظها معايا نائب المحافظ البحيره الدكتور نهال بلبع. ده لازم اشكرها صراحه كل الشكر لان امنت بالفكره وهي اللي جابت نواب كتير جدا من احزاب مختلفه يعني وعملت اجتماع كبير مع وكيل اول وزاره الشباب والرياضه هناك مدير مديريه الشباب والرياضه ورئيس مدينه ادكو ورئيس قريه المعديه والهيئه الهندسيه والثروه السمكيه وكل المعنيين يعني وكل الجهات المعنيه لان الموضوع كبير فعلا. وانتوا هنا كنتوا في مرحله التجهيز احنا بنجهز. انا بروح أوكي. تقريبا كل اسبوع اشراف فقط الاشراف الدولي يعني وطبعا ممثل عن الاتحاد المصري الكانوي بالتكليف اللي هو ايمن بروح اخد صور وفيديوهات واعرضها عليه. وصلنا لايه؟ دلوقتي انا منتظر يعني احنا مش هنعمل اي حاجه لازم نعمل بيد على اي بطوله دوليه. طب اشرح لنا برضو هقول لحضرتك يعني ده المفروض يكون 1100 متر اوكي ستريت لاين كده خط مستقيم موازي للميه تمام بعرض من 5 ل 10 متر كرصيف اوكي انا بعت صور الاعداد اديته نموذج نموذج المفروض احنا نعمل مطابق يعني ده زي باترون كده لو معانا الصور برضو يا جماعه نبقى نعرضها فبالظبط. فهنا بيحصل في البحيره دي وبحيرات مصر كلها انا استغليت بس الفكره بحيرات مصر كلها بيحصل لها حاجه اسمها تطهير ده من وقت من 2013 وصراحه نظره عميقه جدا من الدوله ان انا اعمل تطهير لبحيرات مصر كلها للثروه السمكيه بالظبط تطهير الميه. يعني حضرتك هقول لك بحيره ادكو دي كانت سنه 50 مساحتها 35,000 فدان اوبا هيبقى كده بقى المفروض دي بنطونات طبعا اديتهم انا مواصفات البنطون ده او المرسى البنطون ده 20 متر في 5 متر عرض اوكي هيحصل ثلاث بنطونات من دي وده بنطون اعلامي الميديا ده في وسط الميه أوكي. ده خط النهايه اللي هو الكور البيضه دي فبيصور السبق وهو جاي شكلها حلو قوي عاجبني رائعه يعني ده المجرى ده موجود في المجر من الثمانينات وده بيعتمد سباقات كتير جدا الاف اللاعبين بتروح دول كتيره جدا فوق ال 50 دوله كل سنه كامبات في الشتاء دول اوروبيه تيجي عندك استثمار رياضي رائع في مكان ثابت يحتاج صيانه فقط بعد اقامته بس الرياضه دي هل ممارستها لازم يبقى بشكل احترافي هل فيها مساحه للهوايه طبعا ريكريشن موجود هو موجود من زمان موجود على سواحل مصر كلها اذا كانت الشماليه او الشرقيه موجود على نهر النيل كامل احنا يعني من اوائل الدول اللي عندها الكلام ده في الكاياك والكانوي والاس يو بي هتلاقي الولاد واقفين على خشب وقاعدين على مراكب الصيد الكلام ده موجود بس هو تطويره انه يصبح بالشكل ده ان يعمل دخل هو اللي ما كانش موجود على جوانب المجرى ده هيحصل اعلانات على ابراج الستارتات ابراج البدايات او برج النهايه او الاماكن الموجوده للاعبين او غرف اللاعبين هيحصل اعلانات في تسويق لا ومش اعلانات بس يا كريم يعني وعمر خلينا نقول ان ممكن يبقى في فندق مثلا يبقى في فود كورت يبقى في حاجات لان انت خلاص انت جاي لك وفود ممكن تستغل بقى التواجد بالظبط يعني ده مشروع استثماري حلو اصلا بالظبط المشروع ده كبير وضخم فكل اللي انا اتكلمت فيه معاهم هو البدايات واتكلمت مع الاتحاد الدولي يعمل سايت فيو يجي زياره في شهر 7 بعد ما يعمل سايت فيو بكل المواصفات اللي بننفذها دلوقتي اعتمد المجرى من اوائله كده خلاص نعمل بيد على بطولات هو هي الرياضه دي لازم تمارس في بحيرات الضروري يعني هل في اي سباقات ممارستها مثلا في شواطئ بحريه طبعا طبعا موجود وموجود 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 ليه بسألك السؤال ده لان الرياضه دي برضو رجوع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه يا نهاوند فكره ان انت بتبروز الجمال اللي موجود في بلدك من خلال الشواطئ المختلفه البحرين الموجودين عندك في مصر احمر ومتوسط عندك بحيرات كتير فدي ممكن تلفوا الجمهوريه بالرياضه دي وتعرفوا العالم بالجمال اللي موجود عندنا هو بمناسبه بونجو يا ريت يكون في الارجون عشان كل ده يتحقق عشان نعمل تورون بالظبط كده كلام موزون والله وكل الناس اللي تيجي نقول لهم ابيانتو
افينتو، مش هنقول لهم بالظبط، مش هنقول لهم اوغبا، هنقول لهم افينتو. طيب خليني اسالك برضو يا عمر عن طب احنا هنرجع تاني لنقطه التطوير، ان ده مهم جدا والاستثمار في هذه الرياضه، بس عايز اروح برضو نطمن على اللعيبه واولمبياد ان شاء الله باريس 2024 والسيدات والرجال، وانا عارفه ان انتوا عاملين طفره كمان في الرياضه دي للسيدات او البنات تحديدا. بالظبط، في طبعا احنا من شغلي في الاتحاد الدولي هو عندنا تارجتس كتير جدا، هو الانتشار الافقي اللي هو الانديه واعداد اللاعبين، وفي الانتشار الرأسي او الكفاءه اللي هي المنتخبات القوميه. كويس. ومن المنتخبات القوميه عندنا بند اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي هو الجندر ايكواليتي. كويس، المساواه بين الجنسين. ده مهم جدا اذا كان في المدربين او في اللاعبين. فالمعادله الصعبه دي حاولنا ننفذها في كاس العالم الموجود دلوقتي. في بعض الرؤى يعني احنا انا شخصيا انتقدت يعني كمشرف على المنتخبات القوميه ان بالنتائج الاوليه دي اللي هي في اول مرحله كاس العالم. اوكي. النتائج دي ما بتعبرش دايما في اول مرحله عن النتيجه الحقيقيه للمنتخب القومي. انت ساعات بيكون عندك اهداف ثانيه ورا وجود المنتخب هناك. ممكن رانك الدوله، ممكن تمثيل الدوله في الاي سي اف، ممكن رانك الاتحاد الافريقي كاكثر من دوله، يعني المره دي عندي ثلاث دول شاركت في كاس العالم. اوكي. كاس العالم السنه اللي فاتت كان دوله واحده. بطولة العالم كانوا اثنين. طب تخيل حضرتك كاس عالم واول مرحله ثلاث دول. ده بيرفع رانك الاتحاد الافريقي كامل. فمش كل الناس بتقدر تعرف ويجي ينتقدني في النتائج المكتوبه. طب اللاعب ده اول مره يسافر اصلا. طب انا هدي حضرتك مثال، ينفع ادرب لاعبي سباحه بدون حرط؟ ينفع؟ ده موجود يعني في اي مكان؟ لا مش موجود. طب انا يلزمني حرط. على فكرة احنا بنلعب حارات، لعبتنا حارات، انا ما عنديش حارات في مصر. الله، طب اللعبة بتمارس ازاي؟ بالظبط بالظبط. طب الالبانو سيستم ده، الستارت سيستم، الستارت سيستم ده عبارة عن بوت حضرتك بتدخل فيه بالقارب، أول ما بيقول اتنشن جو، البوت ده بينزل هو بينطلق. اوكي. أنا ما عنديش بوت، يبقى اللاعب ده بيقف هنا امتى؟ مرنته امتى أنا عليه اللاعب ده؟ صحيح. طب اديني وقت بقى حضرتك اللي هتقوله أنا هوافق عليه، اديني وقت إن الولد ده يروح يمارس المسألة دي في الحارة وبعدين يقف في البوت وبعدين يتعود عليه. طب مهمه في طبيعه الرياضه نفسها. ليه ما اتحلتش من زمان؟ لا يعني اكيد الناس اللي قبلنا قالوها، يعني مش لازم يكون. طب هل هي بصدد الحل في القريب العاجل؟ اول ما ننفذ المجرى لازم هتجيب البانو سيستم. اوكي. طب بالمناسبه لو حد دلوقتي بيتابعنا وعنده مثلا ابنه او بنته حابين ان هم يمارسوا الرياضه دي، يعملوا ايه؟ ايه متطلبات الرياضه دي؟ ايه الخصائص اللي لازم تكون موجوده في الناشئ عشان نقدر نستنتج انه ان شاء الله هيكون بطل في المستقبل؟ وبعدين يروحوا فين؟ هل يروحوا يتوجهوا للاتحاد او في انديه بعينها بيبقى فيها الرياضه دي موجوده بشكل ثابت؟ يعني يتصرفوا ازاي؟ والله دي من مميزات لعبتنا او رياضاتنا اللي احنا بنشرف عليها، هي ان ما لهاش اسس انتقاء كتير غير انه بيكون بيعرف يعوم، مش سباح. اوكي. بيكون بيعرف يعوم. ده اللي هي البيزكس العاديه. بس بيكون بيعرف يعوم. لان هو لما بيروح النادي، نادي رياضات مائيه، المدرب هيوجهه اذا كان هيلعب ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، الرياضات اللي بيشرف عليها الاتحاد اللي انا ذكرتها من شويه. ومساله بسيطه، هو هيستمتع anyway. دخل بقى باقطاع بطوله خلاص هيتدرب بقى عدد ساعات معينه وباحمال معينه، انما هو الاستمتاع. انا دايما بقول للمدربين ان الولد الصغير او البنت الصغيره لما بيجي لك انت ما توجههاش الا ما هي تحتاج تقول لك انا عايز اكسب. كده قطع بطوله، يبقى انت المفروض تعملي كذا، انما ما تضغطش. لا، لان في فتره من فترات العمر كده هو بقى عنده توجهاته الشخصيه، هو عايز سوشيال، عايز ولاد وبنات، اهله لا ابعدوا عن المكان ده، لا خليه في النادي افيد، خليك بيج براذر. يعني المساله كلها انت عايز ايه؟ يعني هو المدرب ايه؟ لك كشاف يضيء لمن اراد. انا عايز دي. أنا صح يا عمر، والله عجبتني. ف هي لمن اراد فعلا، ده حقيقي. لا صح، اصل الفرصه بتيجي، بس في الاول وفي الاخر اللاعب هو اللي عليه ان هو يثبت نفسه. هي مش غصب خالص. طبعا خالص. طبعا. فهو بيلعب عشان يستمتع، بيلعب عشان بيحبها، بينتقل من رياضه لاخرى، هو بيجي النادي برغبته. فانا بساعده على يكون رياضي، بساعده على يكون انسان ملتزم، بديله مبادئ. طب ايه اكتر سن بطول عندك؟ اكتر سن عندك يا عمرو، اصغر سن موجودين على المستوى الاحترافي مش اللي هو الاماتير؟ يعني دي نقطه مهمه جدا، وهو ان الفول اوت في مصر في رياضاتنا كبير. طب كويس. ودي من النقاط التطوير عندنا، ان الولاد لما بيكبروا بيحتاجوا تاني فلوس،
مساله ماديه بالنسبه له مهمه جدا، فبيخلص شهادته الجامعيه وخلاص عايز يبطل، عايز يشتغل. صح. فانت هتوجهه ازاي للاحتراف؟ اللاعب بياخد قد ايه عشان يجيب لك ميداليه؟ طبعا سنين، سنين طويله جدا. بس انتوا خدتوا خطوات جاده في مساله التطوير، فبنتمنى ان شاء الله الخطوات دي تؤتي ثمارها ويبقى في قاعده شعبيه للرياضه دي في مصر اكبر واكثر كمان ان شاء الله. احنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا. انا اللي بشكركم ان انا موجود معاكم والله. قناه الاهلي ربنا يوفقكم، قناه الاهلي قناه عظيمه. وان شاء الله نيجي معاك البحيره والله بجد، لو البروجكت ابتدى يبان ممكن نصور هناك بكاميرا 10 الصبح من حاجه بقى تبقى لايف ونحضر كمان الافتتاح ده. يسعدنا جدا ان شاء الله يكون موجود رئيس الاتحاد الدولي ومع الوزير دي قريب ان شاء الله الافتتاح ده. ان شاء الله ان شاء الله بكام خلال شهور أو ان شاء الله. طيب ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك على وجودك معانا وان شاء الله نلتقي على خير. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نكمل كلامنا في الفقره اللي جايه. خليكم معانا.